السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلكم لاحظتوا أن الباوند سقط سقوط حر، تمام؟ وبعدها ارتفاع صاروخي. طبعا أنا سويت فيديو عن سقوط الباوند وعن ارتفاع الباوند، بس خلينا نوضح شغلة على ارتفاع الباوند. الباوند هو ما ارتفع على ما كان عليه سابقا، ارتفع ارتفاع صاروخي، يعني هو تعافى، ولكن هذا التعافي كانت بالفعل ارتفاع صاروخي، يعني طلع 11% خلال 3 أيام. المهم هلا الان البيوت راح تسقط كمان سقوط حر كما سقط الباوند، تمام؟ يعني الباوند مع تعافيه بعده يعني تقريبا يعتبر ساقط، يعني قيمته نزلت كتير. الاسباب انه البيوت راح تسقط سقوط حر، طبعا لسه هلا ما سقطت بس راح تسقط والله اعلم. طبعا الاسباب هي اشياء كثيره، وبنظري هي تتعلق في الربا، والله اعلم. اللي صاير كالتالي، انا اول فيديو سويته وتكلمت انه الباوند سقط سقوط حر، عرضت صورة عندي على الفيديو، بالفيديو انه تكلمت انه صاير في انفليشن، تضخم، وكان هذا التضخم وقتها 9% 9.4 تقريبا بالمية. الان بعد اسبوعين من هذاك الفيديو تقريبا التضخم صار 10.1 10.10 يعني بالمية. هذا 1% خلال اسبوعين صاير في تضخم 1%، هذا رقم رهيب يعتبر. تمام، قبل ما نبدأ بالفيديو لازم نساوي ديسكليمر أو إخلاء مسؤولية. أنا بهذا الفيديو ما عم خبرك أنه 100% رح يسقط ولا 100% رح يرتفع أسعار البيوت، ولا عم خبرك أنه روح تشتري أو لا تشتري وانتظر السنة القادمة أو اشتري هلأ أو لا تشتري هلأ. فهمت علي كيف؟ هو مجرد دردشة لا غير، على حسب طلبكم أنتو. يعني كم هائل من التعليقات مثل ما كنتم شايفين بالفيديو السابق، خبروني أنه يتكلم عن أسعار البيوت، شو راح يصير بأسعار البيوت. وهلأ خلينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وبس لا تنسى اللايك والاشتراك معي بالقناة إذا أنت ما مشترك. الانفليشن او التضخم باختصار مفيد هو عبارة انه الشعب صار عنده مصاري كتير بسبب انه الحكومة طبعت مصاري وسكت عملة ووزعتها بين الشعب وكثرة المصاري بين الشعب. فهنا مدام كثرة المصاري السلع بتضل مثل ما هي؟ لا، يعني الشغلة اللي كان حقها 1 باوند بتضل 1 باوند؟ لا، ليش؟ لانه السلعة غالية والمصاري عبارة عن حديد وعبارة عن اوراق عم تنطبع، فترتفع قيمة السلع. مثال على ذلك، يلي فنجان قهوة اللي كنت تشتريه من 10 سنين حق 1 باوند، هلا بدك مثلا 3 باوند او 4 باوند حتى تشتريه. يعني كل سنة عن سنة بيزيد، مثلا اول سنة بيصير باوند و20 بيس، ثاني سنة مثلا باوند و25، ثالث سنة باوند و30، باوند و40، هيك حتى يوصل الى الان مثلا باوند ونص او باوندين او 3 باوندات واتيفر. يعني الانفليشن كثرة المصاري بين الشعب وزيادة أسعار السلع. تمام، في كل العالم بصير انفليشن، بكل العالم بصير تضخم، مو بس ببريطانيا، ولكن من دولة لدولة بيختلف. هنا في بريطانيا بالعادة بصير تضخم 1% 2% كثارث، تمام؟ بس هذه السنة صار فيها أكثر من 10% تضخم، ولسه ما خلصت السنة طبعا. فيلي بدي يصير هو بالضبط الحكومة قاعدة عم تطالع قرارات وقوانين وبنفيت، وبتوزع من هون وبتعطي من هون، وبتساوي خصم من هون وبتخصم ضرائب من هون، والبنك من جهة ثانية شو راح يساوي؟ راح يحاول يلم المصاري اللي توزعت بين الشعب بدون مصاري، مشان ما يعني العملة تفقد قيمتها، فروح بيرفع أسعار الفائدة. يعني مثلا قوانين تطلع انه نحن خفضنا الضرائب، والبنك بيطالع قوانين انه نحن رفعنا قيمة الفائدة او قيمة الربا. يعني قرار الحكومة يختلف كليا عن قرار البنك المركزي. القرار الحكومي بيخفض الضرائب، يعني بيخلي المصاري بين الشعب، بيقول مشان انت تعيش احنا خلاص خففنا الضرائب، وقرار البنك المركزي بيقول احنا رفعنا الفائدة علشان احنا بدنا نحارب الانفليشن، نحارب التضخم. فيعني كقرارين متعاكسين شو راح يصير؟ راح يصير أزمة بالسوق، كان بسعر الباوند ولا كان بسعر المنازل ولا كان بأي شيء. أنا بصير حالة زعر بالسوق، حالة خوف، حالة يعني عدم ثقة بالسوق. فيعني بصير الناس كلها بتتردد، فالأشياء اللي كانت الناس كلها بدها تشتريها بتبطل تشتريها، مثل البيت، تمام؟ بتخاف، بتقول أنا شلون بدي أروح أقدم على مورجج والمورجج قاعد يعني الربا والبنك المركزي قاعد بيزيد 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 بيزيد.
تمام. يلي ما بيعرف شو المورجج الربا هنا ببريطانيا كيف تشتغل، شخص بده يشتري بيت بيروح عند البنك بيقول له دين فلوس خليني استلف من عندك عشان اشتري هذا البيت، بيقول له تمام خذ هذه المصاري واشتري هذا البيت، ولكن هذه المصاري بدي اياهم مثلا على 20 سنه، على 25 سنة، على 30 سنة، whatever، يعني بينه وبين البنك راح ينكتب العقد، وحسب كل بنك عن بنك بيختلف شروطه والعقد تبعهم. بس الشغلة المشتركة بين البنوك كلها على وهي قسم يلي بسموه fixed rate interest، يعني الربا أو الفائدة الثابتة يلي راح يدفع الزبون في بداية السنوات يلي حصل عليها. مثلا أنا رحت لعند البنك وعطوني قرض ربوي ب 100,000 باوند مشان اشتري بيت، وقالوا لي في عندك fixed rate interest سنتين. طبعا في هذا البنك على سنتين، بس في بنك ثاني بيقول لي 5 سنين مثلا، في بنك ثالث بيقول لي مثلا 3 سنوات fixed rate interest. شو معناتها الكلمة؟ إذا كان سنتين يعني خلال هالسنتين راح أدفع ربا ثابتة، يعني البنك حدد لي إياها 2%، خلاص راح أدفع 2% فقط لا غير. طبعا إذا في بنك آخر أعطاني 3 سنين يعني راح أدفع خلال هال3 سنين الربا ثابتة لا تتغير، فقط 2%. إذا بنك أعطاني 5 سنين يعني fixed rate interest، هذه fixed rate interest راح أخذها ربا ثابتة لا تتغير، فمهما تغيرت الظروف، هل ارتفع الباوند لفوق وهل سقط الباوند لتحت، ما تتغير هذه الربا الثابتة، وهي إلى مدة فقط لا غير، مدتها أول سنتين أو أول 3 سنين أو أول 5 سنين حسب العقد أو حسب البنك، تمام؟ وبعدين بعد هذه الفيكس ريت انترست، المدة بعد ما تخلص هذه السنتين أو 5 سنين أو 3 سنين بصير هذه المدة الثانية باسمها بالفيربل تيرمز، يعني مدة متغيرة بتتغير على حسب الظروف، الربا يلي موجودة فيها راح تتغير كل سنة بسنتها على حسب الانفليشن، على حسب التضخم، وعلى حسب يعني وضع السوق ووضع الباوند ووضع يعني الدولة ككل. فالربا بصير بتتحدد كل سنة بسنتها، مثلا هاي السنة مثلا أخذوا منه 5%، ثاني سنة مثلا بيقولوا له 4%، وثالث سنة مثلا بيقولوا له 6% حسب الظروف. فهمت علي كيف؟ يعني مو شرط يطلع يطلع ومو شرط ينزل ينزل، بس هو أغلب الأحيان دائما طالع أو 100% هو طالع. تمام، هلأ هذا الحكي كلاته كان قديما، نحن كلاته هذا حكيناه في القديم، تمام؟ هلأ من جديد، هلأ في الزمن هذا يلي صاير فيه هذا الانفليشن، هذا التضخم، شو اللي عم يصير؟ الفيكس ريت انترست اغلب البنوك او مو اغلب الكل البنوك كانت الربا تبعهم او الفائده تبعهم لا تتجاوز ال 2% او 2.5%، هذا الكترت. اغلب البنوك كان ياخذوا منك 1.5%، 1%، 2%، 1.7%. فهمت علي كيف؟ هذا للفيكس ريت انترست، يعني للفتره الزمنيه اللي فيها الربا الثابته بياخذوا منك 2%. لهيك بسوي لك عرض بالشارع بيقول لك تعال اشتري البيوت هنا، ونحن بنجيب لك عقد من بنك بتدفع عليه 2% فقط لا غير، تمام؟ بس هو مو 2% على كل السنوات، 2% على فيكس ريت انترست على الفتره الزمنيه الثابته، يعني هي يا اما مدتها سنتين يا اما مدتها 5 سنين. باقي ال 15 سنه او ال 20 سنه اللي راح تدفع فيها بقيه المورجج تبعك، بقيه الدين تبعك، راح تكون الربا تبعها متغيرة. أنا عم بحكي بالتفاصيل علشان الناس تفهم القاعدة، ومشان تعرف الناس يعني إنه الربا هو كمان موحل، يعني والله يعني في ناس بتفكر إنه تشتري بيت على الربا، والله هذا أول شغلة الربا حرام، يعني أنت بعد تأخذ ربا بدك تجهز نفسك على حرب ضد الله ورسوله، هاي مذكور بالقرآن. لأن أفترض أنت كمان غير مسلم، مثلا واحد نصراني بدي يأخذ ربا، والله يعني أمر بيخوف واحد يأخذ ربا. هلأ في الزمن هذا بسبب الانفليشن، بسبب التضخم، الفيكس ريت انترست ارتفع من 2% إلى ما يقول إلى 5%. أول بنك بيطالع قرار أنه ارتفع الفيكس ريت انترست هو الناشونال وايز، قالت نحن الفيكس ريت انترست تبعنا صار 5.80%. 5.80% الهاليفاكس والباركليز والباقي البنوك أنا صراحة ما بعرف، لأنه هلأ ما طالعوا قديش رح قديش التغيرات. الناشونال وايز كان 1.7% الريت انترست اللي كلنا عرفناه، الفترة الزمنية الثابتة لدفع الربا كانت عندهم إياه بهذا الناشونال وايز 1.7، هلأ صار عندهم إياه 5.80. طيب الفترات الزمنية المتغيرة قديش صار؟ أنا بعتقد صار 10% 15% معناتها. فالفكرة وين هلأ؟ مع ارتفاع هذا الفائدة والربا شو رح يصير؟
راح تصير الناس غير قادرة على الدفع للقسوط الربوية للبنك. طبعا أنا ليش أقول هذا الحكي؟ لأنه أنتوا إنه ما راح هذا يحسن يدفع المورجج، لأنه أنتوا هنا في بريطانيا مو عندك مصروف واحد ألا وهو إنه تدفع إيجار البيت أو تدفع الدين اللي عليك ألا وهو المورجج الاقساط الربوي للبنك. في عندك أشياء كثيرة وربما يجي يجتمعوا كلاتهم في أسبوع واحد مثل ما صار معي. إذا اللي ما شاف الفيديو روح يشوفه، راح الرابط تحت بالوصف. يعني بالأخير ما راح حد يحسن يدفع إيجار المورجج لأن في عندك مصائب كثيرة. لأن هنا العيشة في بريطانيا عبارة مش عيشة أصلا، هي عبارة عن نجاة. يعني هي مثل ما بيقولوا باللغة الإنجليزية I'm not living in the UK, I'm surviving in the UK. فيعني تعتبر كل يوم بيومه أنه أنت عم تنجي. ليش؟ لأن كلها مخالفات وضرائب، مخالفات وضرائب، مخالفات ضرائب، مخالفات ضرائب ومصائب، كله 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 هيك. الله المستعان. ما دام الناس غير قادرة على دفع القسوط الربوية للبنك، شو راح يصير؟ راح يبلشوا الناس تعرض هذه المنازل للبيع علشان يخلصوا من الموضوع ويروحوا يقعدوا في الأجار أو يسووا أي شيء. بعد يعرضوا للبيع، هل هناك من يشتري؟ بعد يكون في عرض، هل هناك في طلب؟ لا. ليش؟ لأنه حالة السوق غير متوازنة، ويعني البلص تبعها الميزان تبعها غير متعادل كليا بسبب ارتفاع التضخم وارتفاع الفائدة. فهنا بخلق حالة خوف مثل ما قلت ببداية الفيديو، فما حد بيشتري. معناتها بعد يكون في عرض كثير وما في طلب ناس تاخذ، شو رح يصير؟ رح الأسعار تنخفض. طبعا هذا الشكلاته إذا استمر سياسة ليزا تراس بهذه السياسات اللي عم تطالعة وتدهور الباوند، تستمر السوق انه يضل يخاف من هذه السياسات والباوند يسقط سقوط حر، فاسعار البنود راح تسقط سقوط حر كمان ايضا. اعطيك مثال ثاني، كيلو بندورة. انا عندي كيلو بندورة وفي عندي 1000 زبون، 1000 شخص بده هذا الكيلو بندورة. شو بيصير بالكيلو بندورة؟ هل بيصفي سعره 1 باوند؟ لا، بيرتفع ل 10 باوند. ليش؟ لان انتو الكمية قليلة، العرض هذا 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 أنا عم أقدم عرض، العرض قليل والطلب عليه كثير، فهنا السعر بيرتفع. أما إذا عندي أنا طن بندورة، 1 طن بندورة، ويلي عندي أنا كلاتن 10 زباين، 10 زباين بدي يشتروا بندورة وعندي طن بندورة، شو راح يصير؟ العرض أنا البندورة عندي 1 طن راح يكون جدا كبير، لأنه عرض يعني عندي 1 طن كتير كبيرة، تختلف عن 1 كيلو عندي إياه كتير كبير. والزباين الطلب اللي عم يطلبوا بندورة جدا قلال، 10 أشخاص، 15 شخص مثلا. فهنا السعر راح يكون جدا منخفض. يعني راح أقول مثلا شيل السحارة كلها ب1 باوند مشان أخلص من هالبندورة، شو بدي أسوي فيها؟ ونفس الشيء للبيوت، بعد يكون في عرض كثير على البيوت، الناس كلها تبدأ تبيع بيوتها وما حد راح يحسن يشتري، شو راح يصير بالأسعار البيوت؟ راح تنزل نزول صاروخي أو سقوط حر مثل ما بيقولوا. هذا الحكي اللي عم بحكيه أنا بال2008 صار نفس الإشي، صار نكسة بالاقتصاد، فصار هيك في البيوت. وهلأ يعني إذا ما هو السنة اللي بعدها والله أعلم، والله أعلم. تمام، يعني أنا هذا الحكي اللي حكيته كمان يعني مو حكي فقط من عندي، تابعت أخبار وتابعت محللين اقتصاديين وسياسيين عم بتكلموا كلهم عن نفس الموضوع. فأنا أخذت هذا الملخص وسويت لك conclusion باللغة العربية. هكل حالي أصدقائي، هذا هو الفيديو لليوم، بتمنى يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.